جزئيه مهمه ممكن نتكلم فيها، فيريرا وكولا. نعم. ما كانش فيه الا مواجهه واحده بينهم. أي. في لقاء السوبر. نعم. هل نفس السيناريو اللي حصل في السوبر يتكرر في مباراه الدوري؟ بصوا طبعا يعني سؤالك ده مهم جدا، وهو هم الاثنين لا يملكوا غير ال 90 دقيقه دي اللي لعبوها مع بعض وهيتفرجوا. قلت لك انت تخيل في المحاضرات اللي قبل المباراه والشغل اللي هو اللي بقى ايه الشغل النظري، المباراه دي هتتعاد كم مره؟ وطبعا الجزء الكبير عند فيريرا. ليه؟ لان هو اللي خسر، واللي خسر دايما بيتفرج كتير عشان يتعلم من اخطائه ويشوف المشاكل اللي كانت عنده. كولر اكيد اكيد عنده مشاكل فيما يخص القائمه، وهنتكلم عليها وعلى غيابات النادي الاهلي، انها بصراحه غيابات برضو مؤثره. فانا بشوف ان فيريرا ربما يفاجئ، بقول ربما يفاجئ كولر، وده طبعا ان شاء الله لما نيجي لفقره السبوره هنتكلم عليه، يفاجئ كولر بتغيير خطه اللعب ويلعب بيه 3 4 3 على عكس الفتره الاخيره اللي فيريرا بيلعب بيه 4 3 3. وشفنا طبعا كم الاخطاء وكم المشاكل اللي وقع فيها نادي الزمالك بخلاف طبعا الشق البدني، ان هو طبعا كل اساس من عند البدني، انت متوقع بدنيا مش هتقدر تقدم الفنيات اللي انت عايزها بالشكل الامس، لكن برضه نادي الزمالك عنده مشاكل كتيره فيما يخص الشق الفني. طبعا الناحيه الثانيه كولر، هو الفكره ازاي يا محمد يعالج الغيابات، خصوصا غيابات خط الدفاع. يا جماعه النادي الاهلي في المباراه دي يغيب عنه الثلاثي تقريبا، يعني في اثنين اساسيين مش هيلعبوا، بنتكلم على ياسر ابراهيم بسبب الاصابه، بنتكلم على محمود بتولي بسبب الايقاف، محمد عبد المنعم فرصه لحاقه بالمباراه بنتكلم في نسبه لا تزيد عن 70%. الجهاز الطبي طبعا انت فاهم بيحاول، الدكتور احمد ابو عبله بيحاولوا يعني بيعملوا اكثر من اختبار جدا. يعني بيحاولوا بصراحه قد ما يقدروا ان هم يعني يكثفوا من مجهوداتهم مع محمد المنعم عشان يقدر يحل. محمد المنعم فعلا ركيزه، انك بتتكلم فعلا في غياب كمان لا قدر الله محمد المنعم، انت بتتكلم المتاح هيبقى رامي ربيعه الاساسي، وهيبدا المفاضله في المركز الثاني ما بين ايمن اشرف اللي كولر تقريبا مش مقتنع بيه في مركز المساك بسبب كسر قامته، ومحمد مغربي اللاعب الشاب اللي لم ياخد اي تجربه مع كولر منذ مجيئه للفريق. سؤال صعب فعلا هو محتاج يجاوب عليه. بقيه المراكز طبعا ما زال لسه برضو يعني بنسبه كبيره، بقول بنسبه كبيره جدا، اصبح عمرو السولية قاب قوسين او ادنى من عدم التواجد، من عدم التواجد في المباراه بسبب الاصابه، ولغايه النهارده ما اتمرنش مع النادي الاهلي، وصعب للغايه صعب للغايه ان لاعب ما اتمرنش يعني قبل المباراه بيوم حتى ان هو يكون في الملعب. حمدي فتحي طبعا كلنا شفنا الصوره المنتشره على السوشيال ميديا وبيتم علاجه عن طريق الابر الصينيه في اعتياد جديد. انا مش طول يعني انا عمري ما شفت التصرف ده قبل كده بصراحه، بس يقال يعني ناس كتير جدا سالتهم على موضوع الابر الصينيه قالوا لي موضوع مفيد جدا ومجدي لتسكين الالام، هو لا يعالج ولكن عنده قدره، يعني الاسلوب ده عنده قدره كبيره جدا 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 في تسكين الالام، وبالتالي ربما يكون هو زي مسكن عشان حمدي فتحي يلحق المباراه. ربما يكون مفاجاه ساره لجماهير بقى النادي الاهلي في وسط الاخبار العتمه دي شويه، ان بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر اصبحوا لائقين طبيا للمشاركه في المباراه حسب الرؤيه الفنيه لمارسيل كولر. فاكيد كولر هيبقى بناء على القائمه اللي معاه هيبدا يشوف شكل الفريق اللي هيلعب المباراه ان شاء الله.